وصلنا لفقرة الكلام الطيب والوقت الطيب اللي حريصة دايما مؤسسة سوق المياه مع علمائنا الأفاضل ان احنا نيجي لما حضراتكم بيشرفني في هذا الجزء الدكتور محمود شبل الدعاء الإسلامي. برحب بيك يا دكتور محمود ومنورنا حبيبي. والله يا أستاذ هاني وتحياتي لك وعضي الله عنك وعن جمهورك الكريم. اللهم أمين يا رب. اسمح لي أبدأ إعجابي بالألوان الحلوة. ميزان الكلمة اخترت لنا عنوان الفقرة النهاردة وهيبقى معانا تقارير مهمة جدا في الجزء الثاني مع سقي الماء، ولكن حابب كده في عنوان ميزان الكلمة وكنا نتحدث برضه في الانترو حاجات ليها علاقة بالكلمة، فهذا العنوان عشان نوعي الناس بان الكلمة ليها ميزان بيوزنها. صحيح. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ثم أما بعد، بداية أستاذ هاني بكلمة تدخل الإسلام وبكلمة تخرج من الإسلام، بكلمة تتزوج امرأة وبكلمة تطلق هذه المرأة. الكلمة لها ميزان كبير، والتوحيد كلمة، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، وموجب كلمة التوحيد أن أنت تعبد ربنا سبحانه وتعالى. في ناس لحد الوقت في زماننا لا يعبدون الله، عبدوا حجر، عبدوا نجما وشمسا وقمر، عبدوا نمرودا، عبدوا عزيرا، عبدوا جنا، عبدوا ملائكة، عبدوا أنبياء، عبدوا أولياء. أنا بسأل سؤال، من من هؤلاء يصلح أن يكون إلها مع الله؟ من من هؤلاء يصلح أن يكون ربا مع الله؟ أفمن يخلق كمن لا يخلق؟ أم خلقوا من غير شيء؟ أم هم الخالقون؟ أم خلقوا السماوات والأرض؟ بل لا يوقنون. فالتوحيد كلمة، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. دخلت الإسلام وجب عليك إيه؟ الصلاة، صيام رمضان، زكاة، الحج إن استطعت إليه سبيلا. وللأسف نحن لا نفعل أو لا نقيم بمقتضيات هذه الكلمة، يعني شهدنا لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، بعد كده إقام الصلاة، وفي فرق ما بين إقامة الصلاة وأداء الصلاة. إحنا الوقت الأذان العشاء هتؤذن، لما نيجي نصلي صلاة العشاء بنؤدي صلاة العشاء، أداء صلاة العشاء، إنما إقامة صلاة العشاء أستاذ هاني لما تدخل في الصلاة وتقرأ الفاتحة إياك نعبد وإياك نستعين، كتبت سجلت أجلت عليك اليوم اللي غيب فيه، لما خرجت برا المسجد أنت عملت العهود والوعود وهذا الكلام مع ربك سبحانه وتعالى، فنقضت هذا الكلام خارج بيت الله سبحانه وتعالى في تعاملاتك وفي أسلوبك وفي الغيبة وفي النميمة وفي ظلمك لزوجتك وفي أكل مال الحرام والنظر إلى الحرام إلى غير ذلك. كلام واضح جدا، محدش يستصغر كلمة بيقولها، كل حاجة بتتحاسب عليها سواء كانت كبيرة صغيرة، قلت الجملة بتعنيها ما بتعنيهاش، هي مثقال ذرة لك ما لك وعليك ما عليك. ومن موجب الكلام ان احنا نطلع فاصل للاذان نردده الاذان. هنطلع فاصل سريع ونرجع نكمل حلقتنا النهارده، الكلام الطيب لسه ما خلصش، وراجعين بتقارير مهمه جدا وبقيت مواضيع مع سقي الماء والدكتور محمود شبل. خد بالك بيقول لنا الدكتور محمود شبل ان خطوره الكلمه ممكن تبقى لها تفاصيل وابعاد كتير جدا، وشفته معايا كمان حتى صحيا ان الكلمه لو انت متعصب وتعصبت وكان معانا في الانترو ممكن تاثر والعياذ بالله على حالتك الصحيه او حتى قلبك. دكتور محمود، ممكن كلمه تبقى بتهدك نفسيا ويبقى مردود الكلمه حضرتك بتقول بقى ميزانها يبقى صعب قوي على النفس البشريه او الانسان لو اتقالت له سواء كانت حلوه او وحشه تاثر حتى في نفسيته وحالته الصحيه؟ والله أستاذ هاني في كلمة بتبني وفي كلمة بتهدم. يعني لو عندك ابنك وانت قلت له كلام تبنيه، الولد بيتفاعل معاك ويكون مفوق ومتفوق في الدراسة، إنما انت لو اديته كلام سلبي، صدرت له كلام سلبي، الولد هيكون عنده إحباط وممكن ما يتفوقش في الدراسة. ففي كلام بيبني أشخاص وفي كلام بيهدم أشخاص، وفي بعض الناس لا يلقي بال أصلا للكلام. فبكلمة تهوي بها في النار وبكلمة تنال رضوان الله العزيز الغفار، قال رسولنا المختار صلى الله عليه وسلم إن العبد لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا، لا يلقي لها بالا، فيرفعه الله بها درجات. اللهم اجعلنا منه. اللهم آمين. اللهم آمين يا رب. وإن العبد لا يتكلم بالكلمة من غضب الله لا يلقي لها بالا فيهوي بها في جهنم. يعني وكثير من الإعلاميين والصحفيين مع تقدير الكامل للإعلام القضية الأستاذ هاني
لا يعرفون أمانة الكلمة ولا ميزان الكلمة ولا قدر الكلمة. دي مسؤولية. مسؤولية. الكلمة المرئية والمسموعة والمقروءة، يعني تحت راية الإبداع الفكري كلمة من خلالها سب الله ورسوله، وتحت الكلمة التي تسمى بالحرية الشخصية كما تفضلت في الانترو خرجوا على دين سيد البشرية. والكلمة لها أمانة خطيرة، الله عز وجل قال ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. يزداد الألم وتزداد المصيبة وتزداد الكارثة إن وظفت الكلمة في الطعن في العلماء والطعن في رموز الدين. ورحم الله الحافظ ابن عساكر إذ يقول اعلم يا أخي وفقني الله وإياك لمرضاته، جعلني الله وإياك ممن يخشاه ويتقيه حق تقاته. اعلم بأن لحوم العلماء مسمومة، وعادة الله في هتك أستاغ منتقصيهم معلومة، وأن من أطلق لسانه في العلماء بالثلب ابتلاه الله قبل موته بموت القلب. اللهم استونا بستيك الجميل. ربما انت حضرت في المقدمه والانترو تكلمت عن امراض القلوب، هذه امراض القلوب البدنيه طبعا خطرتها لو ناس بتتابعك وانت ليك بتقولي الجمله مش بتعني لها بالا او تلقي لها بالا، وناس متاثره بشخص الدكتور محمود فاللي بيقولوا انا مامن عليه، وكون الكلمه بعيده كل البعد عن الواقع والصح والاصول والحلال والحرام، وان كنا متفقين ما فيش كلام يحل الحرام ولا يصح غلط، الحلال صحيح. حلال والحرام حرام، صح صح والغلط غلط. صحيح صحيح. الناس دايما مع سوق انها بتحب تعمل الصح والصدقة اللي برضو ان الكلمة الطيبة صدقة. صحيح. طب انا عاوز اطلع اشوف اول تقرير كده نفك بقى كده مع الناس بالحاجات الجميلة اللي سقيا الماء تبقى حريصة معانا في كل اسبوع تجيبها لنا، ونشوف اول تقرير مهم قوي من محافظة بني سويف خاص بابار مؤسسة سقيا الماء لأهالينا هناك، ونرجع نكمل تاني ميزان الكلمة مع الدكتور محمود اللي هفاجئه بسؤال بعد الفاصل. مؤسسة سقيا الماء اسم غير كل الأسماء. ناس كتير جدا بيسألونا لما بتيجي تختار الأسر أو المكان اللي بنعمل فيه البير بتختار مين أو بتعمل البير فين، فإحنا النهاردة موجودين في بني سويف علشان ننقل لحضراتكم بشكل واقعي وعلى الأرض الواقع إزاي بنختار الأسرة والبير اللي إحنا كنا بنتكلم عليه اللي هو بيخدم عدد كبير جدا من الشارع، هو ده اللي إحنا النهاردة شغالين عليه. شغالين على إيه؟ زي ما حضراتكم شايفين في المنطقة اللي أنا ماشي فيها دي كلها، المنطقة دي بيخدمها بير واحد، أكتر من أعتقد 30-40 بيت ما عندهمش مية، ما عندهمش أي سبيل للمية يشربوا منه إلا البير اللي إحنا عملناه. فهو ده النهاردة إجابة لأسئلة حضراتكم اللي دايما بتسألوها لنا، البير بتاعي هيخدم كام أسرة؟ البير بتاعي أنا أتأكد إزاي إن هو فعليا عدد كبير جدا من الناس هتستفاد بيه؟ هو اللي إحنا عملناه النهاردة، وريت لحضراتكم جزء بسيط من البيوت اللي موجودة في الشارع هنا علشان يجوا يشربوا من البير ده. أسر كتير جدا لما بنيجي نسألهم بنقول لهم طب النهارده أنا لو ما عملتش البير بتاعكم ده بتشربوا منين؟ بتجيبوا المية منين؟ فيقول لك أنا بمشي كيلو أو 2 كيلو علشان ألاقي مية، ولو معيش فلوس محدش بيرضى يديني المية، ممكن مرة يديني التانية ما يدينيش، فإحنا قدرنا إن إحنا نعمل بير هنا في المنطقة دي يخدم كل المباني أو كل البيوت أو كل الأهالينا اللي موجودين في المنطقة كلها، فربنا يتقبل منا ومنكم جميعا. وإن شاء الله لسه المنطقة دي محتاجة أبار كتير جدا، احنا بنتكلم المنطقة دي فيها أكتر من 150 بيت، يعني بير واحد هو مش هيقدر يكفي احتياجات الناس كلها، فاحنا لسه عايزين بير واثنين وثلاثة عشان نقدر نلبي كل احتياجات أهالينا في بني سويف. علشان كده محتاجين من حضرتك تتصل بالأرقام الموجودة دلوقتي على الشاشة وكون ليك المبادرة، إن كان بسهم في بير أو في ثمن بير كامل. الأبار عندنا 25,000 35,000، تقدر دلوقتي تتصل بالأرقام دي وتتبرع معانا علشان يكون ليك الصدقة ويكون ميزان حسناتك عمال يعد مع كل نقطة مية بتنزل، عداد حسنات حضرتك بيعد معانا. ودايما بنقولها سقيا الماء نعمل من أجل الإنسان.
ما شاء الله مطار سقيا الماء بني سويف مطروح وكل المحافظات بيبقى لهم فيها تواجد، تحيه تقدير واحترام لسقيا الماء. شفنا التقرير معبر جدا عن اهالينا هناك. قبل ما كنا نشوف التقرير كنا بنعقب على ميزان الكلمه، وحضرتك طبعا اعلم جيدا انت بتضرب مثال في بعض المهن زي الاعلاميين او الصحفيين، كل مهن ليها فيها الصالح والطالح، ولكن المعنى الحرف انت بتعني فيها الجزئيه الخاصه. ميزان الكلمه يا استاذ هاني عند المعلم له ميزان كلمه مع الطلاب. انا اضرب مثال انت هتتحملني لا أمانة الكلمة دي مهمة جدا يعني، وده توجه طبعا لأي يعني حد بيقعد قدام الكاميرا دي، يعني حتى الدولة نفسها حريصة جدا ان كل كلمة في قمة الوضوح والصراحة والانضباط، فدي كلها حاجات مهمة جدا. وأمانة الكلمة عند المعلم، وأمانة الكلمة عند الأب، وأمانة الكلمة عند مدير العمل. كلكم واع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالمشكلة ان بعض الناس قد يقول كلمة، الكلمة دي بتجرى جريان، الكلمة دي ممكن تكون عبر الواتس أب، عبر السوشيال ميديا، الشاشة المغلقة دي الكلمة دي كان قد تدور العالم، فيلقي التهم جزافا على بعض الناس يعني من الكلام الصعب الشائعات. وانت مثلا حضرتك مثلا في برنامجك بتحارب مثلا الشائعات وهذا المنبر وهذه القناة الطيبة، فدي شائعة من الشائعات، قد يأتي إنسان ويقول كلمة على بعض الناس تلقي التهم جزافا دون بينة، دون بينة أو دليل. عشان كده يا دكتور محمود بعض الناس يقول لك وانت متعصب ما تتكلمش، اسكت انت. احنا الكلام ساعة الانفعال ده بتكلم بقى بشكل عام يعني بالنسبة للناس، ان انت ممكن وانت منفعل تقول كلام يبقى بيغضب الناس، تقول كلام ربما كن لو انت اكثر هدوءا ما تقولوش بالشكل ده. اعتقد برضو الكلمه وقت الانفعال بتبقى برضو الكلمه صعب. ده عباره عن عنوان التعقيب على كلام حضرتك. الكلام عندك هو اسيرك، ان خرج فانت اسيره. خلاص الكلام عندك هو الآن جواك، انت لسه جواك، هو اسيرك. فان خرج فانت اسيره. فبقول لحضرتك في بعض الناس قد يلقي التهمه جزافا على بعض الناس. طب ايه رايك يا دكتور ناخد بعض بقى للكلام الطيب؟ اتفضل. لما بتسافر مع تقارير مؤسسه سقيا الماء وبنشوف طبعا مصر تبقى حريصه تعمل لهم اعمال خير وتعمل لهم بقى، يقول لك ايه، افعال لا اقوال، لا كلمات بقى، واحنا بنتكلم على الكلمه يعني. صحيح. الطبطبه على الناس واهالينا الطيبين في كل المحافظات من خلال المؤسسه والساده العلماء، وحضرتك بتسافر مع المؤسسه وبتشوف، اعتقد برضه دي بتبقى في ميزان حسنات ان انت الناس دي على قد ما محتاجه منك خدمه، بس محتاجه حد كان يروح لها المحافظات دي كلها ويطبطب ويقول لهم كلام طيب، ده برضه بيحصل واعتقد بتساب عليه. الكلمه الطيبه صدقه. كما ان الابتسامه صدقه. فان انت تقول كلمه طيبه لبعض الناس تفرج عنه كروبا وتفرج عنه هموما وتفرج عنه غموما. فانت لما يروح فريق البحث للمؤسسه مثلا ويقول له كلام وهنيجي وهنعمل لك وهندل الناس عليك، والكلام ده كله كلام في ميزان حسناتي من فعله ومن قاله ومن سعى اليه، بل ومن دل عليه، الدل على الخير كفاعله. يعني المشاهدين الكرام بيشوفوا في الوقت التقرير الخاصة بمؤسسة سقيا الماء، هو تمام. قد بيساعد بألف بألفين بثلاثة بخمسة بعشرين بخمسة وعشرين بثلاثين قدر ما يستطيع. في واحد الوقت ممكن يشاهد ما يستطيع، فبالكلمة الطيبة والدل على الخير كفاعله. تمام. تتفق معايا تفاعل الناس معانا ومع المؤسسة وحضرتك حاجة إيجابية جدا. مبعوت لك سؤال على صفحة البرنامج ليه علاقة برضه إجباري ولا اختياري؟ لا ده اختياري الحمد لله. أنا بحب أكلم ربنا في الصلاة وبصلي بهدوء، فأثناء الصلاة بطني وجعتني فصليت بسرعة لإنهاء الصلاة ودخلت الحمام، هل صلاتي كده صحيحة إن أنا سلمت بسرعة؟ لأن أنا متعودة إن أنا أبقى بتكلم بهدوء وأنا حاسة إن أنا بكلم ربنا. ده مبعوث من الأستاذة هدى. ربنا يبارك فيها ويحفظها ويتقبل منها، وأسأل الله عز وجل أن يزيدها إيمانا وهدى على هدى، وأن يكون اسمها من اسمها نصيب، اسما ووصما ووصفا بإذن الله سبحانه وتعالى. لا ليس فيها أي شيء، أنت شعوط بأي شيء فبتطلع من الصلاة، لأن منهي أن أنت تصلي وأنت بتدافع الإيه؟ الأخبثين. فأنت عايز تكون في مناجاة بينك وبين ربك. فمع بعض الأمراض دي أو بعض التقلصات أو بعد ما تشعرين به فصليت بسرعة علشان أقدر أؤدي أركان الصلاة الصحيحة وأروح للحمام إحساس طيب إنها تفكر بالطريقة دي. صحيح صحيح، حاجة جميلة جدا وحاجة طيبة جدا الإنسان يكون حريص على الصلاة. أصل الوقت صلاة العشاء أذنت، وإحنا إن شاء الله سنصلي العشاء. في فرق ما بين إن أنت أسقطت الفرض، وفي فرق ما بين واحد تاني بيفكر إزاي يزود صد حسناته ويرفع هذا العمل إلى الله. عايز يرفع صلاة العشاء هذه إلى الله سبحانه وتعالى. إزاي تقبل؟ أنا مش أهم حاجة عندي إن أنا أصلي، أهم حاجة عندي إن أنا أزود صد حسناتي. مهم قوي ده. مهم.
أرحنا بها مش نرتاح منها. آه صحيح صحيح. طيب الضحكات الطيبة والخير وفرحة الناس مع المؤسسة في التقرير في كل المحافظات بتبقى مهمة جدا. جداً. نطلع نشوف تقرير تاني بتبقى حريصة عليه سقيا الماء في الآبار اللي بتعملها وبتروح تصينها وتشقر عليها من وقت للتاني، مش بعملها بقول سلام عليكم، وده الفرق بين المؤسسة وأخرى. سقيا الماء في مطروح كانت حريصة إن هي تروح تتابع حتى الآبار اللي عملتها من سنوات أو حتى آبار حديثة. نشوف التقرير ونرجع نكمل معاك يا دكتور. طب يلا نشوف التقرير ونرجع. سقيا الماء حلم بدأنا، والنية كانت لله، وعلى دين الخير اتحقق صباح الحلم أمل وحياة. احنا النهاردة جايين معاكم عشان نفرجكم على الأبار اللي عملتها مؤسسة سقيا الماء عبر السنوات الماضية، علشان نقول لكم ان احنا اللي بنعمله في القديم واللي بنعمله خلال شهور فاتت او سنوات مضت مش بنسيبها وخلاص، لا ده احنا بنتابعها وبنيجي نعمل عليها زيارة مفاجأة علشان نشوف حالتها ايه ونشوف المية فيها ولا لا. لما نفتح الحنفيات دي ادي المية وادي يعني الرحمة والخير والبركة. ليه رحمة وليه خير وليه بركة؟ لانه ربنا سبحانه وتعالى هو اللي وصف المية في القرآن الكريم بانها رحمة وبانها بركة وبأنها خير. لما ربنا سبحانه وتعالى قال وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته وأنزلنا من السماء ماء طهورا. انت عارف الناس قبل ما يتحفر لهم البير ده كانوا بيعملوا ايه؟ العربيات اللي هي الربع نقل المفتوحة ويجيب مثلا 10-15 جيركن ويروح يملاهم يدفع فيهم فلوس ويجيبهم وبعدين يخلصوا بعد كم يوم يروح يملى تاني وهكذا. فانت لما انت حفرت له بير هنا انت رحمته ماديا ورحمته نفسيا ورحمته معنويا ورحمته بدنيا ورحمته كل حاجة. انت يعني ريحته، وانت لما انت ترحمه يبقى انت ازلت عن كاهله المشقة والعناء والتعب، اللي هو لما يصحى من النوم او عاوز يشوف يومه ويبدا يومه مش هيبقى ناعي الهم بقى انا هجيب ميه منين، طب وانا لسه هفكر في ميه، انا لسه حامله ميه. فانت لما انت تتواصل مع مؤسسه سقيا الماء علشان تقول لهم احنا عايزين نرحم هؤلاء، ليه؟ علشان يرحمنا ربنا سبحانه وتعالى. ابن القيم يقول من رفق بعباد الله رفق الله به، ومن رحمهم رحمه، ومن نفعهم نفعه، ومن أحسن إليهم أحسن إليه. هكذا التعامل زي ما ربنا سبحانه وتعالى قال هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. فأنتم العون والمؤسسة هي الوساطة ما بينكم وما بين هؤلاء، فأعينوا المؤسسة لكي نصل إلى هؤلاء حتى نرحم. سقيا الماء دكتور محمود، ولاد البلد كده يقول لك وعد الحر دين عليك، وانت وعدتني وقلت لي كلمه اوعى ترجع في كلمتك. بنشوف بعض المؤسسات بتوعد وبتتاخر شويه او بتوفي بس بعد فتره، وربنا يا رب نحسبهم جميعا دائما يعملوا طبعا لصالح المواطن والبلد والربنا طبعا قبل الجميع. سقيا الماء دائما وابدا كلمتها لما بتوعد زي ما شفنا دائما في تقاريرنا، اعتقد دي برضو بتفرق لما تكون انت بتعمل مع جمهور وناس محتاجه لك، توعد وتقول كلمه وبعدين نشوفها على الارض. ده حاجة جميلة، لأن كلمة المؤسسة بتبان في الكلام النظري والكلام العملي والواقع، فبيبان بصمة الخير وبيبان بصمة الشغل وبيبان بصمة عمل الخير. فما تقدرش تنسى ما وعدت به، ولا تقدر تنسى الكلام، ولا يقدر جمهور مؤسسة ينسى ما يفعل. بين الجوانح في الأعماق سكناها، فكيف تنسى ومن في الناس ينساها؟ العين مبصرة والأذن سامعة والروح خاشعة والقلب يهواها. فالكلمة لها أمانة وثقل كبير جدا.
بنكبر جسر السكه برضه يا دكتور محمود. يعني الناس لما تشوف كده دايما مؤسسه يا جماعه جايين نعمل لكم هنا ابار، هنعمل هنا وصلات ميه، هنعمل هنا سق نخيل، اعتقد دي برضه بتاكد ان انا منين ما اشوفك سواء بقى في وسائل الاعلام او حتى على ارض الواقع بثق فيك، لان كلمتك دايما بشوفها حقيقيه، لان الكلمه هي السبيل والبريد الى العقل والقلب. بتتحس يا دكتور محمود؟ بتتحس. اذا اردت انا اعرف ما في قلب الاستاذ هاني بيظهر لسانه. ما هو ده اللي انا قصدي اقوله، يعني وانا بكلمك كده انت حاسس من سؤالي او من طريقتي وانا بكلمك انت حبيبي. السؤال ده ربنا يبارك في عمرك، يعني الانسان كده ربنا بيبقى المؤمن كده يقدر احس كلامك ماشي معايا ازاي، مصدقك، حاسك، لا انت بتجاملني، بتوصل اعتقد. هذا العضو الخطير لا يكذب ابدا، وربما لو كذب او تجمل او تكلف لا يكون طيله عمره متكلفا. اللسان ده موجود عند الانسان وموجود عند الحيوان، وما من شيء الا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. فدايما انت استعمل هذا اللسان وهذا الكلام في طاعه الله سبحانه وتعالى. الطاعه دايما بيبقى فيه اقوال بتعملها وبتتقرب من ربنا، والاهم منها بيبقى فيه افعال. نصيحتك للناس اللي بتبقى حابه دايما تعمل افعال تقربها لربنا، خصوصا في اعمال الخير زي ما احنا بنشوف، وبتواصلوا مع مؤسسة سقيا الماء عشان يعملوا المشاريع اللي احنا بنشوفها والمساعده في الخير من خلال كل مشاريع المؤسسه، تقول لهم ايه؟ اقول لهم انتوا ناس طيبين وناس صالحين، بس لازم الكلمه تكون موافقه للواقع، لازم القول موافق للفعل، الاثنين لازم يكونوا مطابقين، ما ينفعش يكون كلامي مخالف لفعلي، لان ربنا سبحانه وتعالى قال يا ايها الذين امنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. فدائما تكون صاحب مبدأ وكن صاحب كلمة، ودائما حط إيدك في إيد مؤسسة سقيا الماء في المشاريع. احنا شفنا الوقت تقارير اللي موجودة عند الأبار والوصلات والكلام ده، الكلام ده موجود أصلا عند السلف الصالح رضوان الله عليهم، وعثمان بن عفان رضوان الله عليه لما اشترى بئر، وهذا الكلام أرادت سقيا أن, 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 أن تمشي على غرس السلف وغرس الصحابة وغرس التابعين وغرس من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فمسألة الآباء والصدقات الجارية موجودة في الإسلام وموجودة قبل ذلك، لكن موجودة في الإسلام من الصحابة رضوان الله عليهم ومن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فسلف أحسن المسير وسقيا على الدرب تسير. واحياء السنن طبعا دي حاجه جميله جدا ان انت تبقى ماشي في هذا التوجه، حاجه صحيح جميله جدا على مر السنين. صحيح. يعني بتبقى كل عمل خير. خد بالك دايما من خد بالك دايما عدات حسنات يا دكتور محمود. بالظبط، خد بالك من الكلمه اللي انت بتكتبها على الفيسبوك، والكلمه اللي انت بتكتبها على الواتساب، والكلمه اللي انت بتكتبها على السوشيال ميديا. كتير من الناس سابونا وصغروها وسابونا فوق الحياه، ومش قادرين يقفلوا ايميلاتهم، وكانت عليها كلام سيء، سيئات، ذهبت اللذات وبقيت التبعات. كن حريص ان يكون مصدرك وصفحتك وكلامك يرضى ربنا سبحانه وتعالى. الله يا رب يوعدنا ربنا كلنا يا رب. ما تكتبش كلمه الا ما ترضي الله، ولا تستخرج من فيك الا ما يرضيه جل جلاله. وما تقولش حاجه مش ناوي تعملها، واشتشت شتك بالايه القرانيه طبعا لما تقولون ما لا تفعلون. صحيح. يعني كبر متقن اشتد غضبا وكرها عند الله. ربنا يحفظ الجميع يا رب. طيب خلينا نشوف الناس وهي بتفعل مع سقيا الماء اعمال الخير، عشان انا حريص دايما ان انا اوريك بالصوره تقارير على ارض الواقع اللي بتوعد بيه المؤسسه والساده الافاضل اللي قائمين عليها بنشوفه على ارض الواقع من خلال تقارير سقيا الماء. نشوف تقرير ونرجع نكمل تاني مع الدكتور محمود شبل. مؤسسه سقيا الماء اسم غير كل الاسماء، واخده عهد على نفسنا ما بينا وما بين ربنا. مؤسسة سقيا الماء اسم غير كل الأسماء، واخد عهد على نفسنا ما بينا وما بين ربنا. جينا لحضراتكم النهاردة من القاهرة للمكان اللي احنا فيه. المكان اللي احنا فيه ده قرية زاوية الشيح، مركز سيدي براني، محافظة مرسى مطروح، على بعد حوالي 7 ساعات من القاهرة، عشان نشوف آبار سقيا الماء، الآبار اللي اتعملت من فترة طويلة، عشان نشوف مع حضراتكم الآبار دي. ده بير رقم 299 صيانته ايه؟ شغال، في مية، مفيش مية، المؤسسة بتتابع، المؤسسة بتشوف، المؤسسة مستمرة مع كل الأعمال القديمة وبتستمر مع الأعمال الجديدة، عشان نقول مهم جدا في العمل ان احنا نواصل
نتابع القديم ونبدأ نجهز للجديد. مؤسسة سقيا المال اسم غير كل الأسماء، واخد عقد على نفسنا ما بينا وما بين ربنا. المية في مكان زي اللي احنا شايفينه ده، مكان تقريبا فيه 7-8 بيوت، مكان فيه من 50 لـ60 65 فرد محتاجين مية، لأن المية هنا مهمة جدا. بس هم على قد احتياجهم للمية، على قد احتياجنا احنا كمان ان احنا نشارك معاهم في الأجر والثواب. سيدنا سعد بن عبادة لما راح لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم عن أفضل صدقة يقدمها أو يقدمها سيدنا سعد بن عبادة عن أمه التي توفيت، سيدنا النبي قال له سقي الماء. وده معناه ان أفضل الصدقات اللي نقدر نتصدق بيها عن الحي وعن الميت ان احنا نعمل بير زي ده، بير زي الآبار اللي موجودة معانا، اللي موجودة في مكان زي قرية زاوية الشيح في مركز سيدي براني في محافظة مرسى مطروح، لكل الناس اللي بتبقى محتاجة ان احنا نساعدها، لكل الناس اللي محتاجة انها تفتح حنفية المية تلاقي مية، تشرب مية والحنفية تتفتح وحسناتك تزيد ان شاء الله. عايزة تصرخ لك تقول كنت فين مستنية. دايما يقول لك اللي واخدين على بعض اكتر او اللي في بيت واحد، الزوج، الزوجة، الاولاد، الاخوات، الصحاب المقربين، يا عم احنا واخدين على بعض الكلام اللي هو ما بزعلش من كلامي ده، ما بيفهموش ان هو تنمر، ما بيفهمش ان انا بقول له كلام يأذيه ولا حاجه، فبياخدوا الكلام بشكل اكثر بساطه في النقاش، ربما حتى في كلام ممكن يكون بيأثر في النفسيه او يزعل، وتحديدا بين الزوج والزوجه. صحيح. ولينا رايك في هذا الاطار، لان دايما الكلمه حتى جوه البيت وتحت سقف بيت واحد وشقه واحده واوضه واحده اكيد بيفرق. ده مهم قوي يا استاذ هاني، رضي الله عنك يا استاذ. عجبك السؤال. ربنا يبارك لك ويحفظك. اتفضل. افشاء السر بين الزوج والزوجه. يجلس الرجل على المقهى بطريقة ممجوجة ليتحدث عما كان بينه وبين زوجته في الفراش، تجلس هي الأخرى أيضا لتتحدث عما كان بينها وبين زوجها في الفراش. أستاذ هاني، هؤلاء الناس خلي بالك من أشر الخلق عند الله، كتبت من شر الخلق. قال رسول الله عليه الصلاة والسلام: إن من أشر الناس الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه ثم ينشر سرها. أستاذ هاني، لا يجوز ولا يصح أبدا للزوج المسلم أن يهتك ستر بيته، ولا يصح ولا يجوز أبدا للزوجة المسلمة أن تهتك ستر بيتها، تطلع الكلام برا. لا يصح للزوجة المسلمة أن تهتك ستر بيتها، لا لأختها أبدا ما يحصلش، ولا لأمها، اللهم إلا للضرورة القصوى، إن تكلمت معهن، إن كانت تريد منهن النصحة بتستشيرهم في حاجة، إن كانت تريد منهن النصحة أو إن فعلت ذلك لعالم من العلماء تريد الفتوى، أما فيما عدا ذلك لا يصح ولا يجوز أبدا للزوجة المسلمة أن تهتك ستر بيتها. كان رجل من الصالحين ابتلي بزوجة سيئة الخلق، أغضبت، آلمت، فقال له بعض الناس: طلقها، ما الذي يوبك منها؟ لا، مش إن أبغض الحلال عند الله الطلاق، لا، ده حديث ضعيف، ليس هناك حلال يبغضه الله، وإلا فالله عز وجل قال: وإن يتفارق يغني الله. الحديث ده الناس بتستستل بيه بحاجات كتير قوي يا دكتور. ضعيف. والطلاق مخرج شرعي. ليس هناك حلال يبغضه الله، المعنى واضح. أي صحيح. المعنى واضح. صحيح، الطلاق شرعه الله، لكن دي آخر مرحلة. دي آخر مرحلة. يعني لكن شرعه الله، وقد يكون حل ناجح في كثير من بيوت المسلمين، عشان حفاظ على روابط معينة وعلى عقليات معينة وعلى الأبناء أو إلى آخره. فهذا الرجل كان مضايق جدا من زوجته، فقالوا: يعني ما الذي يغضبك منها؟ طلقها. فقال الرجل كلمة عجيبة، قال: العاقل لا يهتك ستر بيته. جميل كده، تفهم الكلام. ثم طلقها، فقالوا: الحمد لله، لقد طلقتها، ما الذي كان يغضبك منها؟ الكلمة أصعب، المالي ولمرأة غيري، مالي ولمرأة غيري. يعني بعض الحريم يقعد مع الزوج، يقعد تقعد تتكلم معاه عن فلانه ومش عارف ايه ولبس ايه. دي مفيش فيها مبرر يا دكتور محمود، يعني انا مش متصور ان حد ممكن يتكلم في اسرار بيته او تفاصيل علاقته بزوجه او بمراته او هي حتى بزوجها، يعني دي هستبرئها ازاي؟ يعني هتقول ما اقصدش ايه؟ يعني ازاي نوصل للمرحله دي من التدني في الحوار؟ يعني ما اعتقدش دي ليها مبرر. يعني
ما ليس لها اي مبرر، وكتبت من شرار الخلق عند الله. فانت لازم تكون حريص على الكلام، واعرف ان الكلام لو طلع من البيت، يعني اي مشكله طلعت ما بين زوج وزوجه بره اوضه النوم كده، مش هينفع انها تتلم زي ما بيقولوا. لو دخل الاهل هنا والاهل هنا، واحنا عارفين ان عاده الشعب المصري اهل هنا بيتدخلوا والاهل هنا بيتدخلوا، بيزعلوا من بعض، والزوج والزوجه بيصلحوا والموضوع انتهى، والناس توابع بقى الخلاف هي اللي تفضل. طب ليه توابع الكلام؟ احنا بنكون لازم نكون حريصين على الكلام حتى قدام ابنك. لما تيجي حتى تتكلم قدام ابنك كن حريص، لان ابنك هيلقط. هنا برضه الناس تتكلم بتلقائيه قدام الابن او الابنه، بيلقط. انت قاعد تتكلم والتكتك لفلان ازاي ان انت هتاذيه؟ الواد سامعك، الواد بيبص لك، الواد بيسجل لك، الواد هيطلع زيك. ده مش هينفع. انت طالع ان انت بتكتك لناس وطالع بنفس خبيثه وعايز يطلع تقي. زي مثلا ما حد اتصل بيك ترد وقول له مش موجود. الحاجات الصغيره اللي بتحصل دي برضه، ما انت كده بتورثهم طريقه كلام معين اتعلمه. ويجي الاب يستغرب لك، الواد ده طلع كده ازاي؟ مشى الطاووس. اسال نفسك. ايوه، مشى الطاووس يوم باغتيال فقلد مشيته بنوه، فقالوا انت تمشي ونحن مقلدوه، ينشا ناشئ الصبيان منا على ما كان عوده ابوه. خلاص، كلام واضح جدا. اطلع اشوف تقرير تاني اخير لمؤسسة سقيا الماء، نأكد بيها ان الكلام الطيب مربوط دايما مع المؤسسة بافعال طيبة. سقيا الماء حلم بدأنا، صباح الحلم أمل وحياة. كتير من الناس تشعر دايما كده ان عندهم حالة من التقصير، حالة من التفريط، حاسس ان هو في ايام عمره وحياته اللي عدت كان بعيد عن ربنا، نفسه ربنا يسامحه، نفسه ربنا يغفر له، نفسه يعمل عمل من الاعمال اللي تاكد له ان هو فعلا ربنا غفر له وسامحه على اللي فات. لو بصينا في سوره الفرقان في صفات عباد الرحمن، ربنا يقول لنا كده: والذين لا يدعون مع الله الها اخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. طب إيه العمل من الأعمال اللي ممكن أعملها ولما اعملها ربنا يسامحني ويغفر لي اللي فات من السيئات والسيئات تنقلب حسنات؟ فاكرين حضراتكم الراجل اللي نزل البير عشان يشرب ميه؟ بير ميه معمول موجود، نزل يشرب ميه، لما خرج من البير اعزكم الله نظر فوجد كلبا يلهث من شده العطش، ياكل الثرى التراب من شدة العطش. فنزل الرجل مرة أخرى إلى البير وملأ خفه أو موقه ماء وسقى الكلب كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فغفر الله له. تخيلين لما واحد يسقي كلب من بير مية ربنا يغفر له. طب لو عملنا بير مية يسقي الطير والحيوان ويسقي الإنسان والناس تحيا بهذه المياه التي قال عنها رب العالمين سبحانه وجعلنا من الماء كل شيء حي. لما واحد سقى كلب ربنا غفر له، فما بالك لو شاركت بوصلة مية أو في بير مية أو مشروع من مشروعات سقيا الماء لحياة الإنسان والطير والحيوان. تخيل مكانك عند ربنا هيبقى إيه، وكفة الحسنات هتتقل قد ايه مع سقيا الماء. سقيا الماء. ده
دايما حريص في اخر البرنامج او في اخر الفقره ابقى بدي روشته سريعه جدا من خلال العلماء الافاضل اللي بيبقوا موجودين معايا ليها علاقه بعنوان حلقتنا وبتقاريرنا اللي بنشوفها. في عنوان سريع تقوله لنا كده لكل متابعينك النهارده واحنا كنا بنتكلم على ميزان الكلمه وشفنا كمان اعمال خير مع المؤسسه كتير، هتقول لنا ايه في هذا الختام؟ هديك روشته وكلمه في 30 ثانيه. يلا. روشته ان انت الوقت شفت ميزان الكلمه في الاسلام وان الكلمه قد تجريك حسنات وانت قاعد مكانك، اتكلم ودل الناس على هذا الخير، خلي الناس تتبرع وخلي الناس تحط ايديها في ايد المؤسسه عشان يوصلوا للناس المحتاجين دولا، سواء ابار زي ارتوازيه والابار الثانيه ب 35 و 25000، خش على صك النخيل ب 5000، فيه شجره زيتون 1000، كل الحاجات دي اللي بتيجي منها المتبرع المؤسسه لما تقول يقول لك الريع اللي جاي من الحاجات دي بيروح فين، عايزه من انشطه ايه. دايما خلي كلامك في مرضاه الله، دايما خلي كلامك في فعل الخير، خلي دايما كلامك وحركاتك وسكناتك في ان انت تقدم الخير. انت عملت لدنيا كتير، اعمل للاخره شويه. ودي بالنسبه لروشته. بالنسبه للكلمه الاخيره حلقتنا خلصت بس موضوعنا ما بتخلصش. يعني دايما الوقت والكلام الطيب بيخلص بسرعه، لكن زي ما انتم متعودين معايا وبيشغلني الدكتور محمود ان حلقتنا اللي ممكن تكون خلصت لكن كلامنا ومواضيعنا ما بتخلصش في نهايه حلقتنا. بشكر جدا جدا الدكتور محمود شبل الداعيه الاسلامي، بشكرك يا دكتور، ربنا يعزك ويفيدك باللي افدتنا بيه، ونشوفك دايما على خير. رضي الله عنك استاذ هاني، سعداء. ربنا يعزك يا فندم، اشوفكم ان شاء الله الجمعه الجايه وحلقه جديده واحلام مواطن.